السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير والليلة يا جماعة. طبعا جينا مهرجان مميز جدا جدا هنا في شارع النيل، وتحديدا نادي النيل العالمي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعة أول حاجة عملناها مشينا نادي النيل جوا، خدت لكم مقتطفات لنادي النيل، ومشينا أنا طبعا أنا وخالتي حسين جربنا فيه اللي هو القنص الطلق النار. طبعا أنا صراحة فاشل، بس ما شاء الله تبارك الله حسين جاب كل الاصابات في النص، محتاجه تعويض. المره الجايه حغلبك ان شاء الله يا حسين. يا جماعه والله يعني صراحه انا متفاجئ جدا بنادي النيل، يعني ما شاء الله تبارك الله، هو الدخول ب 6000 جنيه يعني معادل تقريبا 40 ريال، ومسوين في نفس الوقت زي ما قلت لكم المهرجان. وللاسف الليله اليوم الاخير لمهرجان التذوق العالمي، يعني احنا محتاجين فعاليات زي كده، يعني حتى الناس مبسوطين، لاقينا هنا حبوبه ولاقينا الاطفال كلهم يعني صراحه مبسوطين بالحاجه الحاصله. يعني نتمنى انه شارع النيل يكون فيه حاجات فخمه زي كده، وتكون حاجات على النيل، فنادق ومطاعم وكافيهات. يعني بجد حقيقه السودان محتاج حاجات زي كده واماكن نظيفه زي كده عشان نستمتع مع بعض. انا صورت لكم مقتطفات لمهرجان السودان للتسوق، وكمان في نفس الوقت صورت لكم مقتطفات لنادي النيل العالمي، اتمنى انها تنال اعجابكم. تعالوا معي. بدور يموت تعبت عليا، يفرك النار ويبرد ليا، حداي ونيصة ضمه عليا نبي سغافته، حداي ونيصة ضمه عليا نبي سغافته، سدين دباه به الناس تسيني وسيد الشكرية، أشوفتم بين عيني، أشوفتم بين عيني مصلن قرداك في الجودية دار السيف وقان صليلة أصير ليه شن القصة شن يابلك مراج للحر كلمته قوية شن القصة الحر كلمته قوية وين شن جيب هاي الأمور يا أهم إنه دي البحرية وين هاي التخرينة مباشر فني هاي التخرينة مباشر فني إدي الفن يا رجيب معك الدم وبالشكرية وين أشوفه بين عيني شفتو بنيري مصغر داكو في جوني دارك سيف وقاني صغير أصير
وبكده خلصت جولتنا في نادي النيل العالمي. حقيقة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله نادي النيل بجد عالم. الله يديك العافية ود الخال حسين، ما قصرت والله صراحة. طبعا يا جماعة حسين دول مضبطني حاليا في السودان بوديني لكل الأماكن. طبعا احنا المفروض كان بعد نادي النيل العالمي المفروض نمشي لمطعم هنو، لكن للأسف انا حضطر انه اقطع الجزية حقت مطعم هنو ده يا جماعة، التصوير ما كان عاجبني، وغير عن كده يعني واحد من المايكات للأسف الشديد خرب. فإن شاء الله يا هنو حعودك بتصوير تاني، بس ما ححرمكم برضو من المناظر الجميلة لمطعم هنو، شوفوها كده على السريع. هنو صراحة ما قصرت معايا يا هنو، الله يديك العافية. وحقيقة يعني أتمنى يعني مطعمك ده يكون مطعم عالمي ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا عجبتني فيه أي حاجة، أول حاجة طبعا يا جماعة ساندويتش حق لغوصة ده أعتقد إنه أكبر ساندويتش في السودان حقيقي يفوز صراحة، تقييم 9 من 10. بعدها نجي للشاورما رول ما شاء الله تبارك الله، والله الساندويتش فول اوبشن بدي تقييم اعلى من اللي هو برجر لغوصة، بدي 10 من 10. يعني ده حقيقة انا عجبني صراحة الساندويتش شاورما رول ده، يعني فكرته جديدة وحقيق عليها. وتقييمي كامل بالنسبة للمطعم ونظافة المطعم صراحة اديها 9 من 10 وتستاهل، وتقييمي كامل للمطعم 9 من 10 وتستاهل يا هنو. وانا صراحة الحاجة اللي عجبتني فيه انه اول ما تجي بدوك اللي هو جونتيات البلاستيك عشان تاكل فيها ومطل وسخ نفسك، لكن سندوتش لغوصة للأسف انه بلغوصة كبير شديد يا هنو. الاحجام ده حجام سح، سولينا احجام صغيرة كده على قدرنا عشان نقدر الواحد يمسك الساندوتش ويقدر يتحكم فيه. الله يديك العافية يا هنو، شكرا على الاستضافة يعني ما قصر. وتعالى يا جماعة نتكلم على موضوع نادي النيل. طبعا يا جماعة نادي النيل الدخول ب 6000 يعني ما يعادل تقريبا بالنسبة للمغتربين عادل 40 ريال. انا بالنسبه لنا كمغتربين رخيص، اما بالنسبه للناس اللي عايشين في السودان السعر يعتبر غالي صراحه. لكن الفعاليات اللي كانت موجوده اليوم انا صراحه عجبتني اللي هي مهرجان التذوق العالمي، وده يبين لكم انه يا جماعه لسه السودان بخير. طبعا كان يا جماعه بوزعوا اكل مجاني وبوزعوا هدايا مجانيه، وكان يعني مفاجاه اليوم الاخير انه جابوا ايمان الشريف اللي هي الترند يا حسن. كل الناس فتره كده كانوا واقعين في التيك توك الاغنيه حقتها المعروفه بعينيه ونظره قويه ودافين ليا. بجد ان احنا محتاجين حاجات زي كده في شارع النيل. في كمان برضو تقريبا تارة انا صراحة ما قدرت امشيها عشان كمان الوقت ضيق صراحة، بس ان شاء الله عندني ان شاء الله انزل اخر السنة للسودان عشان صراحة كمان دار ازور البجراوية، دار ازور الكويت، دار ازور بورسودان، نمشي مع بعض لسواكن. فان شاء الله يعني دار افصل السودان اكتر من كده، ونمشي لحد اللي هي جزيرة الكاسنجر طبعا في الولاية الشمالية، ومن هناك نطلع على اسوان. يعني صراحة السودان داير له وقت أكتر من كده، ما داير له وقت ضيق صراحة. فنرجع لموضوع النيل يا جماعة، نحن النيل ده صراحة ما مستفيدين منه ولا حاجة. عندكم يا جماعة أقرب الدول لنا مستفيدين من النيل ده ما شاء الله تبارك الله شبر شبر، رغم إنه يعني يعتبر يعني نحن المقرن، وبعدين من عندنا بمشي للبلد الثانية دي مستفيدين، مسوين فيه مسارع على النيل، مسوين مطاعم على النيل، قلت بقول مطامع مطاعم على النيل، مسارع على النيل، رحلات نيلية، يعني ما شاء الله تبارك الله علم مستفيدين من النيل اكثر مننا. احنا ما مستفيدين من النيل ولا حاجه يا جماعه. يعني الان شوفوا اديكم اقرب مثال، شوفوا فندق كورنسيا لما كان اللي هو برج الفاتح زمان، شوفوا كيف عمل ضجه للسودان وكان يعني ايقونه للسودان. بعد كده تيجي تتكلموا اللي هي على قريه مشارب اللي لسه الى الان ما اكتملت القريبه من غابه الصنط، نتمنى انها تكتمل يعني. وصراحه حقيقه يعني انا شايف ما شاء الله تبارك الله كمان في تطور في مجال المطاعم في السودان. وطبعا بعد مطعم هنو ده انا مشيت مطعم ثاني ان شاء الله حتشوفوه خلال الايام الجايه. وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، اتمنى ان التغطيه تكون نالت اعجابكم، ونشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.